طيب خلينا بقى نتكلم مع حضراتكم في الموضوع اللي كنا بدأنا فيه متعلق بمؤمن زكريا، هل يرحل عن أحد السعودي ولا لا؟ خلونا نقرب من الصورة أكتر. أنا معايا على التليفون سيد محمد العلوي المشرف العام على كرة القدم بنادي أحد السعودي. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيك، مساء الفل. حياك الله أخوي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. خليني أسأل حضرتك مباشرة فيما يتعلق بالأخبار اللي بدأت النهاردة يتم تداولها في مصر وفي السعودية وبخصوص مؤمن زكريا تحديدا، وأنه أحد السعودي يفكر في فسخ تعاقده مع اللاعب بعد ما تبين له أنه اللاعب مصاب. والله النادي ما فكر لا يلغي عقد ولا شيء، وهذه ما صرح النادي لأي جهة لا صحفية ولا إعلامية. لم يصرح لأي جهة. طيب صحة الأمر من عدمه، هل مؤمن زكريا مصاب وغير جاهز ولا هو أنتم عارفين أنه مصاب وحيرجع قريبا؟ حضرتك قربنا أكتر من الصورة من فضلك. إن شاء الله أنه يرجع قريب بإذن الله تعالى، عنده جلسات علاج ونتمنى رجوعه بأسرع وقت ممكن. خلال قد إيه ممكن يرجع ويكون موجود مع الفرقة؟ والله هذه يحددها طبيب النادي والمستشفى اللي بشرف على علاج لعيبة الفريق الأول. عظيم. طيب خليني أحصل من حضرتك على عنوان وتصريح رسمي، أحد لا يفكر في فسخ تعاقده مع مؤمن زكريا، هل هذا الأمر صحيح أم لا؟ أحد لا يفكر الآن في فسخ عقد مؤمن زكريا حتى نأخذ تقرير طبي من المستشفى إذا كان مؤمن. لا يمكن شفائه في خلال شهر، والنادي في ذيك الساعة حيصدر بيان إعلامي من المركز الإعلامي بالنادي، لكن الآن ما عندنا أي نية أن نفسخ عقد اللاعب. عظيم. من المتوقع أن التقرير المستشفى يخرج إمتى يا فندم؟ والله إن شاء الله بعد أسبوع يكون التقرير موجود في النادي. بعد أسبوع يكون التقرير خارج من النادي. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سيد محمد العلوي مشرف العام على كرة القدم في نادي أحد السعودي. إذا وضحت الرؤية. أنا بحب جدا يا جماعة، والله بحترم وأقدر جدا المسؤول الواضح والصريح اللي هو لا يخبي ولا يداري معلومة عن الناس أهو. طيب احنا الناس كلها النهارده طول اليوم عماله تتكلم هيتم فسخ تعاقده، لا مش هيتم فسخ تعاقده. الراجل كان محدد، لما طلبت منه عنوان كان أمين. والله أنا بشكرك يا أخي، والله بشكرك. قال لك بالنص كده لا نية في الاستغناء عن مؤمن زكريا إلا بعد الحصول على الكشف الطبي أو التقرير النهائي من المستشفى، وبعدها نقرر. لو هو مصاب هيقعد أكتر من شهر هنشكره، هيقعد شهر هنشكره، نقول له خلاص مش هينفع تكمل معنا، طلعت إصابته هيقدر يرجع منها وهنستفيد منه وخلاص تمام. وضوح وموضوع سهل وبسيط، ما فيهوش ولا لف ولا دوران. مؤمن زكريا قصته كلها حسمت ايه بعنوان رسمي واضح وصريح.